Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'excuse pour la dernière semaine, la semaine dernière. J'avais fait deux enregistrements à Mal Darsen, mais je sais pas, je n'ai pas trouvé le deuxième leçon de la semaine dernière. Donc, je suis obligé de le refaire encore fois maintenant. Et après, Inch'Allah, on va reprendre les deux cours de cette semaine. اللي هو الفيديو الثاني من الأسبوع الماضي وراح أعمل فيديوهين الآن بتوع الأسبوع هذا. أوكي. دونك فيت في على السريع اون فا فير اون بوتيت ريفيزيون بارابور لي موداليتي. لي موداليتي اون في يعني باختصار حكينا انه الموداليتي في عندنا تخوا تيب دو موداليتي. الموداليتي الاول اللي هو حكينا عنه طبعا. الموداليتي الاول اللي بنسميه طبعا اللي هو ايه اللوكتوار اللي بتعلق بنوع الجملة، والنوع الثاني ميدياتيف، والثالث ابيستيميك ايديونتيكو اكسيولوجيك. هلا اللوكتوار احنا عارفين هو انت مجرد ما تشوف اي جملة احكي لي شو نوع الجملة هذا، هل هي اكسكلاماتيف انتروغاتيف، هل هي مثلا ديكلاراتيف، تمام؟ هذا هو الموديل اللوكتوار. الميدياتيف هو اللي راح نراجعه في المحاضرة هاي، وفي المحاضرتين الجايات راح ناخذ الابيستيميك ديونتيكو اكسيولوجيك ان شاء الله، تمام؟ اوكي طيب، هلا خلصنا من اللوكتوار، بنجي للموداليتي. الموداليتي الميدياتيف هي بتتعلق بالمصدر بتاع الكلام، كي تولادي مثل ما شرحنا في المحاضرة اللي فات واللي قبلها واللي قبلها. بيحكي لك اليا تخوا تيب دو سورس بارابور للموداليتي ميدياتيف. عندنا ثلاث انواع مصادر او ثلاث مصادر للموداليتي ميدياتيف. في عندنا اول حاجه اللي هو بنسميه ديريكت، وعندنا الانديريكت، وعندنا الانفيرونسيال، تمام؟ اوكي، الديريكت معروف شو هو؟ انه مباشر، حدا شاف، حدا سمع. الانفيرونسيال معتمد على ايش يا جماعه؟ معتمد على الاستنتاج. بضل عندنا الانديريكت. الانديريكت ينقسم الى قسمين، ينقسم الى نوع رابورتي، وينقسم الى القسم الثاني اللي هو سيكوند. حكينا باللغه الفرنسيه يا ان ديفيرونس اونت لو ديسكور رابورتي اي لو ديسكور سيكوند، تمام؟ اوكي، لو رابورتي سي كلير، الرابورتي سهل جدا. مع سبيل المثال il m'a dit كو، il m'a affirmé كو، il m'a déclaré كو، فيها دائما كلمة كو، قال لي، حدثني، أخبرني، il m'a informé، il m'a indiqué، il m'a communiqué، تمام؟ أوكي، طيب. هذا اللي هو الغابورتي، كلام منقول بشكل مباشر عندي، منقول من شخص أول إلى شخص ثاني. أما بالنسبة للسيجون بيختلف، سيجون بجي أنا بحكي معك، بجي بحكي لك بناء على اللي هو بناء على بيان وزارة الداخلية. دونك Est-ce que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui m'a dit non. هل هو وزير الداخلية اللي هو اللي حكى لي الشغلة هاي؟ لا، أنا سمعت ناس بتحكي إنه وزارة الداخلية، أو قرأت بيان بيحكي عن وزارة الداخلية، وأنا جاي بحكي لك. فالديسكور سيكوند هو عبارة عن كلام أنا جاي بحكي لك إياه، لكن الكلام هذا ما حدا صاحب الكلام هذا ما حكى لي إياه، أنا سمعته من مصادر أخرى. تمام؟ هذا هو الديسكور سيكوند. على سبيل المثال باش بحكي بناءً على البيان، أو بناءً على مثلا قانون الانتخابات. طب مين اللي حكى لك قانون الانتخابات بناء على مثلا قوانين مثلا الترشيح مثلا على سبيل المثال؟ باغ اكزومبل هنا في عند ديسكور سيكوند، فالديسكور رابورتي دائما فيه له كلمات بتدل عليه بنسميه طبعا الماركاج، والديسكور سيكوند فيه له ماركاج، تمام؟ طيب، اهم ما يميز الديسكور سيكوند يا جماعه انه في عندي كلمه سيلون دابخي بور، تمام؟ اوكي اوكي هلا بدنا نيجي نشوف. احنا حكينا الانديريكت ينقسم الى قسمين، رابورتي حكينا شو هو، السيكوند طبعا اللي هو القسم الثاني. الان نيجي للسيكوند نفسه، ينقسم الى ثلاث اقسام، تمام؟ القسم الاول او الجزء الاول من السيكوند اللي هو طبعا هنا طبعا بيحكي لنا عن السيكوند بشكل عام قبل ما يجزئوا لثلاث اجزاء. السيكوند بشكل عام بيجي بيحكي لك على سبيل المثال انه سيلون لا بنك مونديال، تمام؟ هلا ليجال هيد سكس اذا فاكتور دو ديفلوبمون، هذه طبعا اللوكتوار هذه عاديه طبعا، هذه الموداليتي هذه ديريكت ميدياتيف ديريكت. اما لا بنك مونديال افير موكو هذه حاجه بتختلف طبعا، هنا في مش ديريكت، تمام؟ اوكي، هلا بنجي سيلون لا بنك. سيلون هنا يا جماعه ايه؟ سيلون ايش مالها؟ اسف 13 افير موكو هذه انديريكت، انديريكت رابورتي، تمام؟ اما بالنسبه ل 14 هي انديريكت سكوند، ليش؟ لانه في سيلون. طيب الان بنيجي ل 15 ليجال 6 ايتان بين قوسين فاكتور ديفلوبمون. هلا مش محكي مش كاتب لي لا افيرمكو ولا ماديكو ولا حكى لي سيلون، فهنا جايب لي بما انه جايب لي بين قوسين فهذه بتصير برضه سيكوند، تمام؟
طيب هلا، وانا بجي بحكي مثلا معك، بجي بحكي لك احنا الفلسطينيه احنا اقوياء احنا مناضلين، ويا جبل ما يهزك ريح. هلا كلمه يا جبل ما يهزك ريح هذه كلمه للراحل القائد الله يرحمه ياسر عرفات، تمام؟ فهاي بصراحه هي ديسكورس يجوند. ليش؟ لانه هل القائد ياسر عرفات الراحل الله يرحمه حكى لي الكلام هذا؟ لا، لكنه كل العالم بيحكي الكلمه هاي، فبالتالي انا جيت عملت لها اقتباس وحكيت لك اياها، فهذه بتصير سيجوند. ليش مش رابورتي؟ لانه مش ابو عمار اللي حكى لي اياها، لو هو اللي حكى لي مباشرة وانا جيت حكيت لك اياها بتصير غابورتي. بس بما انه هذا شعار معين او كلمة مقولة مشهورة وانا جيت حكيت لك اياها في خطاب لإلي، فبتصير ديسكور سيكوند. تمام؟ اوكي طيب. هذا يدل على انه الجملة 15 هي ديسكور سيكوند. ليش؟ لانه في عندنا جماعة، يا جماعة بين قوسين. تمام؟ اوكي. هلا هنا الشرح بتاع الكلام هذا 12 13 14 و15 شرحته في محاضرات سابقه. طيب هلا الان بيجي بيحكي لك الديسكور سيكوند يا حبيبي يا نور عيني، انه هذا ديسكور سيكوند ممكن يكون جاي عن طريق الكونتينيو. كيف جاي عن طريق الكونتينيو؟ عن طريق وجود كلمة مثل سينو أو دابخي أو بوغ. الكونتينيو يعني كلمة جاي في المحتوى، كلمة تمام جاي في المحتوى بتاع الجملة. هذه الكلمة بتدل على أنه ديسكور سيكوند، على سبيل المثال بناء على أو تبعا لي أو تمام كما يقول فلان أو كلامها، تمام كلمتها. طيب كوم لو دي لو بريزيدون باغ اكزومبل، تمام Ok, nous allons faire un nouveau confinement, comme le dit le président. احنا ذاهبين تجاه طبعا حجر جديد كما يقول الرئيس. هل الرئيس حكى لي؟ لا. كما يقول هذا بتدل على ايه يا جماعه؟ بتدل على ديسكور سيكون. طيب. اما الان بيجي بيحكي لك انه في عندنا كمان ايه هذا طبعا سيلون لا بانك، طبعا دابخي لا بانك سي لا بانك مونديال كيلو دي، طبعا كل هذا سيكوند سيكوند سيكوند، هاي سيكوند من هنا عرفت انه سيكوند. طبعا هي في ديزي لا بانك مونديال طبعا سيكوند، تمام باريتيل. شايفين يا جماعه كيف السيكوند بيجي عندي؟ طيب وهذا كلهم باقي سيكوند. هلا سيكوند هنا اجى عندي المركاج الاول للسيكوند اللي هو الكونتينيو. الكونتينيو هي عباره عن كلمه بتدل على انه كونتينيو، على سبيل بتدل على انه سيكوند، زي مثلا دابخي باغيتيل ديزي لا بنك مونديال سي لا بنك مونديال كيلو دي. تمام اوكي. طبعا كل هاي الكلمات هي بتدل على ايه؟ بتدل على ايه؟ طبعا في عندي هنا، طبعا بعد شوي في عندي في عندي كونديسيونيل، راح ناخذ الكونديسيونيل الان حاله جديده. تمام اوكي. الان نيجي على النوع الثاني من السيكوند، المخكاج الثاني. حكينا المخكاج الاول الكونتينيو هي الكلمه، المخكاج الثاني خلينا نتاكد ان الصوت شغال. تمام اوكي. المخكاج الثاني من السيجون شو هو؟ انه بحكي لك في عندي كلمه او مجموعه كلمات، هاي بنسميها موداليزاسيون اوتونوميك. هاي الكلمه او مجموعه كلمات بتكون جاي وسط جمله او قبل في بدايه الجمله او في نهايه الجمله، لكن كيف بيكون شكلها؟ اما بتكون جاي بخط البولد او بخط الايتاليك او بين قوسين انتخ دو جيمي او انتخ دو بارونتيز بين اشارتين فاصلتين، تمام، او جمله اعتراضيه. تمام هاي بتصير، هذه بنسميها اللي هي طبعا موداليزيشن اوتونوميك. زي ما باجي بحكي لك مثلا احنا شعب مناضل، الشعب الفلسطيني شعب مناضل، ويا جبل ما يهزك ريح. كلمه يا جبل ما يهزك ريح هذه مش مقولتي ولا حد حكى لي، هذه مقوله الرئيس الراحل، فانا بستخدمها، فهذه بستخدمها اقتباس. الاقتباس لما بدي اكتبه كتابه اما بكتبه بخط عريض او بخط مائل او بين قوسين او بين فاصلتين او بين شرطتين، تمام، فبيكون مبين انه ايش النسق التنسيق بتاعه كتابيا مش مثل الكلام العادي. تمام اوكي. على سبيل المثال ليغاليتي دي سيكس اي ان فاكتور دو ديفلوبمون، سي اون فوا سي اون ريغارد سي اون فوا فوار كو فاكتور دو ديفلوبمون اي انتر دو بارونتيز، جاي وين يا جماعه؟ جاي بين قوسين. بور روبروندر لي مو دو لا بانك مونديال، هنا عشان طبعا نحكي عن كلام البنك مونديال، مين اللي حكى فاكتور دو ديفلوبمون؟ مش انا ولا انت ولا حدا حكى لي، هذا الفاكتور دو ديفلوبمون هي مقوله طبعا بيحكيها البنك مونديال. تمام اوكي. لو سينتاغم المقطع فاكتور دو ديفلوبمون اي يوتيليزي اون يوزاج كوم دون ا اي ايجالمون اون مونسيون كومونتير لا بلا بلا، بحكي طبعا سافي رابيل ا موداليزاسيون اوتونوميك. تمام اوكي. طيب هل الموداليزاسيون اوتونوميك سورياليز اسينسيولمون بار لانترميز دو دو تيب دو فورم؟ طبعا هنا باختصار احكي لك هذول، اما بيكون جاي بخط البولد او الايتاليك او بين قوسين او بين فصلتين او بين طبعا شرطتين. تمام هذا هو الاوتونوميك، بيكون عباره عن جمله موجوده اما جمله اعتراضيه او جمله مقتبسه. تمام احنا بنعرف كيف شكل المقتبسه بتكون كتابيا. تمام هذا بالنسبه للاوتونوميك. الان النوع الثالث من، طبعا هنا في عندنا شرح، هنا طبعا هنا
ايش بجي احكي لك. هلا لوسين تاجم، هذا المقطع هذا الموجود اللي بين قوسين او اللي جاي بخط ايتاليك او بخط بولد، هذا السين تاجم مونسيوني اللي يعني المذكور بو اتر سيلوي دانتيير، هو طبعا بيكون كلام بتاع شخص ثالث لا انا ولا الشخص اللي عمال بيحكي لي، مي ايجالمون، ولكن هنا رونفاي او ديسكور دو لانترلوكوتور. طبعا هنا بصراحة القارئ الشخص اللي بيحكي لي بده يحكي الكلام، يعني بده يقتبس، بده يبين لي انه جاب الكلام من حدا اخر، تمام، لكن مش بشكل مباشر جابه، يعني بده يقتبس، تمام. هنا الفكرة بتصير عندي، تمام. اوكي الان في عندي هنا أمثلة بإمكانك تقرأ الأمثلة هذه، تمام. ففي عندنا هنا يا جماعة في كلمة لما بتيجي تحكي vous réclamez contre، اوكي، ce que j'appelais un jour à la tribune l'irréparable irréparable et indispensable. طبعا هنا vous réclamez contre، طبعا هذا شخص بيحكي لي أنا، في شخص بيحكي لي vous réclamez contre، لكن الشخص اللي بيحكي راح في الكلام اللي حكاه حكى ce que j'ai appris ce que j'ai appelé un jour à la tribune، حكى الجملة بتاعت فيكتور هوغو. فهذا الكلام الشخص اللي بيحكي لي مش من عنده جايب، ولا حد حكي له اياه، هذا الكلام طبعا بتاع فيكتور هوغو، فهذا بما انه جاي بخط نائل فهو عبارة عن موداليزاسيون اوتونوميك، موداليزاسيون اوتونوميك، تمام. هي موداليتي ميدياتيف موداليزي اون ديسكور سيكوند سور مثلا لو كونت سور امو ان جروب دو مو، اللي بين قوسين طبعا موداليزاسيون اوتونوميك، تمام. طيب نيجي هنا يا جماعة بيجي بحكي لك لا موداليزاسيون اوتونوميك بو ايجالمون سولوجي ا لانتيريور دو لا موداليزاسيون اون ديسكور سيكوند سور لو كونتوني. ممكن يجي عندي كونتوني ونفس الكونتوني هذا يا جماعة يكون في ايه، يكون في اوتونوميك. على سبيل المثال سيلون لا جورناليست بين قوسين، اسف بخط مائل، ان اكزيستو كازيمو با دوم، مش موجود طبعا تقريبا ما فيش رجال، تمام. اوكي طبعا هنا يا جماعة في عندي اوتونوميك وفي عندي ايش كونتوني، وين الاوتونوميك وين الكونتوني. هنا عندي سيلون بدل على الكونتوني، اما الخط المائل هذا بدل على كله، بدل على ايه يا جماعة؟ بدل على الاوتونوميك. لاحظوا معي كيف صارت. طيب هلا في عندي موجود اللي هو لو كونديسيونيل. لو كونديسيونيل هو عبارة عن نوع من انواع اللي هو ايه الموداليزاسيون، موداليتي ميدياتيف موداليزاسيون ديسكور سيكوند، تمام. كيف الكونديسيونيل بده يكون عبارة عن اللي هو طبعا موداليزاسيون ديسكور سيكوند. هلا باللغة الفرنسية ممكن اجي احكي لك مثلا لو بريزيدون اي بارتي ايير سوار فير لا تونيزي، il aurait rencontré، هلا احنا الساعة مثلا 8 مساء، تمام، وباجي بحكي لك ان الرئيس سافر الامس، تمام، غادر الاراضي او غادر الوطن الامس اتجاه تونس، ومن المفترض انه اليوم طبعا يقابل الرئيس التونسي صباحا الساعة 5 او 9 صباحا. هلا انا ما بدي احكي لك انه قابل، ولا بدي احكي لك انه راح يقابل، ولا انه احكي لك انه، فشو بجي بحكي بستخدمها بالكونديشنال، انه يعني انه معنى الكلام انه هو كان لازم حسب المعطيات، يعني بصير كونديشنال بصير معناها حسب المعطيات. الكونديشنال هنا بصراحة بدون ما اترجمها معناها وجودها في الكلام هي عبارة عن يعني زي بتيجي زي معنى حسب المعطيات. كيف يعني؟ بجي بحكي لك aujourd'hui il y avait un accident، اليوم كان في حادث، il aurait être cinq blessés، كان يعني تقريبا يعني هناك من المفترض ان يكون في 5 جرحى. هل انا شفت انه في 5 جرحى؟ لا. هل في شخص حكى لي انه في 5، اكد لي انه في 5 جرحى؟ لا. فشو لكن ممكن انا شفت اسعاف الاول مرق الثاني مرق، وبعد شو واحد اجى حكى لي والله ضل في 3، يعني كلام غير موثوق. المصدر يعني الصحفي هنا بده يحكي النقطة هاي لكن ما بده ينسبها لإله، ولا بده ينسبها لمصدر حكى له الكلام هذا. فهنا بنستخدم كونديسيونيل في الحالة هاي، احنا بنسميه كونديسيونيل جورناليستيك، بيكون في البريزون او في الباسي، تمام. اوكي على سبيل المثال لو بريزيدون دو ليتا il a quitté le territoire aujourd'hui matin، hier soir، اللي هو الرئيس غادر الاراضي او غادر الوطن الامس مساء الامس، تمام. il aurait rencontré le président tunisien ce matin، كان من المفترض او لازم او يعني حسب المعطيات انه لازم طبعا ايه يا جماعه انه يقابل الرئيس التونسي. ليش هو بيحكي في الكونديشن؟ لانه
هو بيعرف او عنده علم انه بده يقابل رئيس تونسي، لكن هل قابله؟ لا. هل تاكد من مقابله الرئيس التونسي؟ لا. فهنا بيستخدم الكونديشنال. تمام. طيب بالنسبه للخمس جرحى، ممكن الخمس جرحى يروحوا يوصلوا المستشفى، يروحوا على طول ما يكونوش جرحى. تمام. فهنا برضه هو مش متاكد ان هم فعلا جرحى ولا مش جرحى، ولا راح يموتوا ولا راح يعيشوا، فبيستخدم الكونديشنال. دونك هنا في حاجه بنسميها كونديشنال جورناليستيك. اذا انتم بتنزلوا اي خبر على الانترنت راح تلاقوا انه دائما الكونديشنال مستخدم في الصحافه الفرنسيه. انت راح تستغرب، لكن احنا باللغه العربيه ديروا بالكم في مثل ما طبعا كنا نترجم موديلاسيون اتسيتيرا، بتستخدم هنا يا جماعه حاجه بنسميها ترانسبوزيسيون او موديلاسيون، بنستخدم موديلاسيون جراماتيكال. شو معنى الكلام؟ انه في عندي فعل بيكون في الكونديشنال بتروح بتصرفه في الماضي او في المضارع باللغه العربيه. ليش؟ لانه فيش عندنا حاجه باللغه العربيه اسمها كونديشنال 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 اللي هو جورناليستيك. في عندنا ازمنه واضحه اما الماضي او المستقبل او المضارع، فبالتالي هنا بنلغي فكره الكونديشنال جورناليستيك في اللغه العربيه. تمام. اوكي، خلينا نشوف شرح الكونديشنال مانتونو الان. شوف بس لوين وصلنا. طيب هلا الكونديشنال بيجي بيحكي لك لو ريكور او بيو كوربورون سيغيت ان روميد بيغ كو لو مال. طبعا السعي وراء البيوكربونات، طبعا اللي هو طبعا الغاز او شو اسف الوقود الحيوي، تمام، راح يكون علاج، او راح يكون علاج يعني أسوأ من السوء يعني. تمام، يعني حاجة كارثية. فهنا صوغي، ليش؟ لأنه الصحفي اللي حكى الجملة هاي مش متأكد من المعلومة هاي، ولا طبعا ما تم تجربته. فطالما في عندي شك او في عندي يعني انسيرتيتود، احنا حكينا الكونديسيونال اكسبريم لي اكسيون دون لور فيرتواليتي، فبالتالي فيش عندي سيرتيتود يا جماعه، فيش عندي تاكيد. فهنا الكونديسيونال تم استخدامه ليدل على عمليه عدم التاكيد من الكلام الموجود او من الحدث الموجود. في عندي فيرتواليتي، عندي بوسيبيليتي انه ممكن يصير ممكن ما يصير، ممكن صحيح ممكن مش صحيح. تمام، ولكن هو هيك الكلام اللي يشاع، هيك الكلام اللي يقال. فبالتالي هنا بصير عندي كونديشنال بنسميه كونديشنال جورناليستيك. طيب دي سي ا 2020، من هنا ل 2020 اون اوروب، في اوروبا بيو ديزل اي بيو ايثانول جينيري راح يولدوا دو. طبعا هنا طبعا هو بيحكي الكلام هذا، هل هو تاكد او في عنده احصائيات اكيده ولا هو تم؟ لا، فهو طبعا حسب المعطيات. فبالتالي هنا يا جماعة في عندي فكرة بدي أحاول أوصلكم إياها، هنا كمان شوي راح أورجيكم إياها. تمام. أوكي، الآن نيجي على دي إس كي. دي إس كي اي سا سوبوردوني اوغي ايشانجي، فلان وفلان يعني كان لازم او كان مفترض او على ما اعتقد او على ما يبدو انهم ايه تبادلوا دي كوريي الانتيم، رسائل طبعا ايش حميمة. فهل انا متاكد؟ مش متاكد. تمام، مو نفس الحاجه بنجي نحكي مثلا بنيامين نتنياهو اوغي باغ اكزومبل كوميت دي كريم كونتر لومانيتي. تمام، او اوغي كونت اوغي اكوزي اتر اكوزي باغ اكزومبل اسف سوري اكوزي دي 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 دو لا كوربسيون، راح يكون متهم بالفساد. طب هل انا متاكد؟ مش متاكد، انا سمعت او بسمع بنحكى هيك. تمام. تمام اوكي، فهنا يا جماعه نيجي نشوف دون سي اوكورونس. هنا في الحالات هاي، هي الفكره اللي بحكي لكم اياها هنا. لو كونديسيونيل سواء كان بريزون او باسي سينيال كو لو لوكوتور رونفوا سون انونسي ا اون سورس انديريكت انتيريور. شو معنى الكلام؟ انه هنا اللوكوتور الشخص القائل او الكاتب يرسل او يحاول انه يودي يعني المصدر بتاع الكلام، ينسب، بده يحاول انه ينسب ان فات، ينسب ان فات اللي هو طبعا الكلام اللي هو بيحكيه الى مصدر اخر، ولكن المصدر الاخر هذا فيه هاجس من داخلي، من شخصه، من داخله، من هو يعني. تمام، فهو انا الانديريكت انتيريور من داخله. فانا لما اجي احكي لك والله انا يعني الجامعه يعني الوضع كثير صعب والجامعه راح تسكر يعني، تمام، هل انا رئيس الجامعه حكى لي الجامعه راح تسكر؟ لا. هل انا قرات في الاخبار ان راح تسكر؟ لا. لكن انا من توقعي انها راح تسكر بناء على المعطيات. فهنا يا جماعه شو بصير؟ في عندي كونديشنال. ممكن انا احكي لك الجمله هذه في الكونديشنال بالفرنسي، لا حتى انه انت لو جيت تحاسبني احكي لك لا نو جو لي دي او كونديشنال، انا حكيتها بالكونديشنال، كونديشنال فيرتشوال مش غيال. تمام، فهنا كثير في عندي صحفيين فرنسيين لحتى يهربوا من المحاسبه
تمام، او من الرقابه بيروح بيستخدم الكونديشنر لحتى ما ينسبوا الكلام هذا لإلهم. لكن انا وجيت حكيت لك راح تسكر الجامعه، هلا انا في عندي استنتاج او عندي توقع حسب المعطيات، فهذا في عندي مصدر داخلي هاجس بيحكي لي الكلام هذا، فهذا بيصير سورس انديريكت انتيريور هاجس، طبعا تم تركيبه بناء على المعطيات الموجوده والسواس، حدا حكى لي سمعت يمين اغوش اضغوط، في عندي بنسميه سورس انديريكت انتيريور. هذا هو اللي هنا تم استخدام الكونديشنال، بنسميه كونديشنال journalistique. هذا à la différence du présent ou du passé compose qui par défaut traduit la signal locuteur source de la cible. هنا اللوكوتور هو فعلا الشخص القائل، هو فعلا هو السورس دو سون انونسي، هو المصدر بصراحه، يعني مش رابورتي ولا سيكوند في الحقيقه، يعني ما حدا ثاني حكى له بشكل صريح ولا هو سمع بشكل صريح، لا هو عنده معطيات او عنده هاجس او عنده احساس، فدونك هو في الحقيقه هو المصدر بتاع الكلام هذا. لكن ليش بنسميه سيكوند؟ لانه سيكوند انتيريور، لانه ما صرح عنه بالمود ريال، صرح عنه بالمود فيرتشوال، طالما انه صرح عنه بمود فيرتشوال فبالتالي بيصير سيكوند انتيريور، تمام؟ يعني ايش حكى مش من قلبه او، تمام؟ اوكي هيك بتصير الفكره، يعني مش مباشر معي هيك، تمام؟ يعني حكى بطريقه غير مباشره معي. صحيح هو فعلا الصحفي لو جورنالست كونت يل فو دير باغ اكزومبل كونت يل فو انفورمي او ديكلاري كلكو شوز دون مانيير انديريكت لو دي او كونديسيونيل جورنالستيك، لما في عندي صحفي بده يحكي شغله بطريقه غير مباشره بيحكيها بطريقه الكونديسيونيل جورنالستيك. طيب لو ريكور او بيوكوابرون اي تان روميد بيير كولومال، هنا في عندي تاكيد في عندي مود غيال، لا الان هو لو حكى بالمود غيال واجى مثلا واحد عالم بيعرف انه عكس الكلام هذا ممكن يحاسب الصحفي يحكي له كيف انت بتخبص من وجه الكلام هذا من متلخبط انت، فلكن لو اجى حكى بالكونديسيونيل ما حدا بيقدر يحاسبه، تمام؟ اوكي هلا دي اس كي سا سوبوردوني اون شانجي، هذا مود غيال يا جماعه، لكن فوق كان ايه يا جماعه؟ كان فيرتشوال، ما حدا بيقدر يحاسبه عليه، وينها؟ ما حدا بيقدر يحاسبه عليه، لكن هنا بنقدر نحاسبه عليه، تمام؟ اوكي الان السورس انتيريور كي بو اتر اكسبليسيت، في عندي اكسبليسيت وامبليسيت اللي كنا ناخذه يا جماعه، هنا في الحاله هذه طبعا السورس اكسبليسيت مش لانه واضح صريح، لكن هنا السورس امبليسيت مش واضح مش صريح، يعني ضمني، يعني مش مشروح، مش لازم اذا ذاكرين لا سينيفيكاسيون اكسبليسيت الى سينيفيكاسيون امبليسيت، تمام؟ طيب هذا بالنسبة طبعا لموضوع اللي هو الكونديشنال جورناليستيك. طيب الآن بدنا نشوف شو في عندي شرح هنا. اوكي خلينا نخلص هذا حتى نرجع المحاضرة الجاية في الايفالويشن تبع الموديل ايبيستيميك الثالثة. طب هنا شو ضايل عندنا؟ اوكي 80 مليون دو فرون، 80 مليون فرانك سي لو بري كو فودري لو فوتبولور، طبعا باكايوكو طبعا لاعب الكرة، طبعا السعر المطلوب او السعر اللي طبعا بيلزم للاعب الكرة هذا حتى نشتريه انه 80 مليون، لكن هل ال 80 مليون هل هي مصدر اكيد هالكلام؟ اكيد لا، الصحفي ما بده ينسب الكلام له، حكى ايش؟ فودغي، تمام؟ كو فودغي، اسف، اللي بده اياه طبعا اللاعب باكايوكو. طب الان هل الصحفي، هل اللاعب حكى للصحفي؟ لا. هل في حدا حكى للصحفي واكد له؟ لا. لكن الصحفي هيك توقع انه مثلا شاف انه باكايوكو واحد قال له بدي اعطيك 60 مليون مرضي، شاف واحد اجى حكى له 75 مليون مرضي، 70 مليون مرضي، فالصحفي توقع او عنده معطيات او حدا وسوس له او ما بده يصرح عن المصدر انه باكايوكو فعلا هو حيرضى ب 80، تمام؟ فهنا لو حكينا انه حيرضى ب 80 في الحاله هذه بتصير ايش؟ كونديسيونيل جورنالستيك. جو فو ريميرسي، اون ساغيت لا ان شاء الله، اون فا روبخوندر لو كور تري تري بيانتو. السلام عليكم.